أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما صحة ما يقال من أن من حرم المتعة حرمة أبدية هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كاذب، هذا كاذب، ما هو اللي حرمها عمر. يمكن أنه توهم أن قول عمر في المتعة الحج، لأن عمر أبا بكر وعمر يمنعان من التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج، يقولون من أجل أن يكثر رواد وحج وزوار المسجد الحرام في خلال السنة، لأنهم لو تمتعوا وجمعوا بين العمرة والحج في موسم الحج ما يجي أحد يزور البيت في أثناء السنة. هذه وجهة نظرهم رضي الله عنه، ولكن هذا قول خطأ بلا شك. الصحيح أن العمرة أنها مشروعة وأنها باقية، أنها باقية وليست منسوخة. ربما أن هذا أنه قرأ وظن أن المراد بقول عمر المتعة اللي متعة النساء. نعم، وهذا من الجهل كما قلت لكم، اللي يقرأ بدون عالم هو يقع في مثل هذا، تلتبس عليه الأمور. قرأ أن عمر يقول بمنع المتعة وظن أنها متعة، بجواز المتعة أو منع المتعة وظن أنها متعة النساء، أن اللي حرمها هو عمر، واللي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. متعة النساء حرمها الرسول، أما متعة الحج فالرسول أمر بها، ففرق بينهما. لكن هذا لا يميز، سبب جهله، مثل اللي يقولون أنها قرأ في صحيح البخاري أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، هو قراها الحية، الحية السوداء بنقطتين تصحفت عليه، فذهب وأخذ حية سوداء وأكلها فمات، قتله السم، لأنه ما سأل أحد، اقتصر على قراءته، والنسخة مصحفة فيها زيادة نقطة. نعم، هذه نتيجة التعالم ونتيجة الاعتماد على الكتب بدون علماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.